بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد رسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة هذه المنظومة، هذا النظم في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأوا المؤلفات بالحمد. لماذا؟ اقتداء بالكتاب العزيز، لأن أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. واقتداء بعلماء السلف. وحمد الله موجب لبقاء النعمة، وأيضا يحمد الله في أول المؤلف لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا العالم هذه المنزلة، فيحمد الله على هذا منزلة ورثة الأنبياء، ويحمد الله سبحانه وتعالى كذلك في آخر الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة. الحمد لله العلي علو في الذات وعلو في الصفات، وأراد أن يقدم بمقدمة يسميها العلماء براعة الاستهلال، يعني يقدم في الخطبة خطبة الكتاب بشيء يشير إلى ما في هذا الكتاب. نعم، العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. بعض العلماء يقول العلم، إخواننا تقول كتابة، خلكم معي، هذا مكتوب في شرح الشيخ، تراجعوا شرح الشيخ ابن سعد رحمه الله على هذه المنظومة يكفينا إن شاء الله تعالى. العلم، يقول بعض العلماء، ما هو العلم؟ سبر وتقسيم وجمع وتفريق. يقول هذا العلم، سبر وتقسيم وجمع وتفريق. سبر وتقسيم، يا أخي انتبه معي، اترك الكتاب. سبر وتقسيم يعني تنظر تجمع الأدلة، مثلا تريد تبحث عن أنواع التوحيد، تقرأ في الأدلة، تجمع الأدلة كاملة تقرأ فيها، ثم بعد هذا تقسم، تقول أنواع التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وجمع وتفريق، الجمع والتفريق يعني لابد أن تفرق بين مثلا الشرط والركن، تقول الشرط خارج الماهية، ماهية العبادة أو قبل العبادة، والركن داخل العباد، هذا تفريق. وجمع، تقول أن الشرط اجتمع مع الركن في ماذا؟ أنه لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، ولهذا لابد تفرق بين الأشياء. والبعض يقول عندنا مثلا، قال هذا لا يفرق بين كوعي وبوعي، صحيح؟ نعم، فلابد أن تفرق بين الأشياء. إذن يقول هذا العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق. الله سبحانه وتعالى جمع بين أشياء وفرق بين أشياء، فتنظر وتتأمل وتتفكر في مخلوقات الله. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. نعم. بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، الحكيم للحكم الشرعي والحكم الكوني، وكل ما قضى الله سبحانه وتعالى سواء كان شرعا أو كونا هذا لابد أن يكون لحكمة أراده الله سبحانه وتعالى. وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأهواء والأوبئة والأمراض لحكمة أراده الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما هي الحكمة؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حتى يتميز المؤمن من الكافر. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
كل خير يلحق هذه الأمة سبب نبينا عليه الصلاة والسلام. نصلي ونسلم عليه. الصلاة من أحسن ما قيل فيها ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. بالصلاة جلب الخيرات، وبالسلامة دفع الآفات. على النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. نعم، آل النبي صلى الله عليه وسلم. الآل إذا أطلقنا الآل يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دين. وإذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم بني هاشم ومواليهم. نعم. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على أصح الأقوال. نعم. لماذا يثني على الصحابة؟ لأن هذا دين ومعتقد نتقرب به لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، ونقلوا لنا الدين، والطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة، طعن في الله لأن الله اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وأمرنا بماذا؟ بالثناء عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليل، وطعن في الدين نقلوا لنا الدين. ولا يمكن نطعن في هؤلاء، لو طعننا فيهم معنى هذا أن الدين الذي نقل لنا عن أناس ليسوا بثقات، وطعن في الصحابة هذا واضح. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. الأمة هذه هي أفضل الأمم، وأفضل الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. نعم. اعلم حديث أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الأمراض تنقسم إلى قسمين، من يعرف؟ نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض، عندنا مرض شبهات ومرض شهوات، ولهذا قال الشيطان الرجيم، لأنه يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. فأنت لابد تتعالج من هذه الأمراض. علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل عنك مرض الشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر أصغر، والشهوات صغائر وكبائر. ولهذا الشيطان يأتي لبني آدم إما من طريق الشبهات أو طريق الشهوات، وهذا العلم يكون به تتعلم حتى لا تقع لا في الشبهات ولا في الشهوات. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، هذا من أعظم المنن، ولأن الله سبحانه هو الرب، الرب خلق الخلق وأمدهم بالنعم، هذه الربوبية. بل الربوبية أعلى من هذا، وأفضل شيء أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق هملا وسدى، بل أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام، وأنزل علينا القرآن، وهذا من تمام الربوبية. فخلق الخلق وأمدهم بالنعم، ثم أرسل إليهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم الكتب. نعم، هذا من أفضل المنن والنعم. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، يقول الآن هذه القواعد لابد أن تحرص عليها. لماذا؟ قال لأن تجمع مسائل كثيرة متفرقة في كلام مختصر، وسار على هذا علماء السلف. فالقواعد الفقهية تجمع أمور كثيرة متفرقة بكلمات مختصرة. تقول مثلا أول قاعدة عندنا هنا، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنية، العمل لابد له نية،
حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فكلام يأتيك كلام مختصر واجمع أشياء كثيرة متفرقة. مثاله بالأمس كنا نتكلم عن الأسماء والصفات. من قواعد الأسماء والصفات الإثبات والتنزيه. الإثبات والتنزيه نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ وهو السميع البصير. التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. الدليل ليس كمثله شيء. آية واحدة تستنبط منها قواعد، وهذا بركة القرآن. القرآن بركة، بركة في قراءته، بركة في تدبره، بركة في العمل به، بركة في التداوي به. نعم، فاحرص، لابد أن تحرص على فهمك للقواعد. القواعد هذه تجمع أشياء كثيرة متفرقة بكلام مختصر. نعم. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نعم، لابد تسير على طريقة السلف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية الجماعة، وقال: ما أنا على اليوم وأصحابي. نعم. قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا فيه تواضع المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: أنا أسير على طريقة العلماء، علماء السلف، وهذه القواعد. إما أن تكون القاعدة من كتاب والسنة فهذه لا يمكن أن يدخلها الخطأ، أو تكون القاعدة من العلماء فهذه تعرض على الكتاب والسنة، وافقت أخذنا بها، خالفت فهي مردودة. نعم. قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، هذا بركة العلم. جاء هذا العالم وقال، نسب العلم إلى أهله وسار على طريقة العلماء، لأن العلماء هؤلاء عرفوا قيمة من تقدم يدعو لهم ونسب العلم إليهم. نعم، وسار على هذه الطريقة، بارك الله سبحانه وتعالى له في علمه. نعم. قال رحمه الله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فدعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى لهؤلاء العلماء. نعم. قال رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الآن بدأ بالقواعد، انتهى من المقدمة. ما تقدم مقدمة لهذا الكتاب وتشويق ودعاء، بدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية هذا العلم ومعرفة القواعد ومن أين أخذت. ثم الآن بدأ بأول قاعدة: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية. من يتكلم عن النية من العلماء؟ قال: يتكلم عن النية من العلماء إما علماء التوحيد والعقيدة أو علماء الفقه. علماء التوحيد يتكلموا عن النية من حيث إخلاص العبادة لله. الفقهاء يتكلموا عن النية من باب تمييز العبادة، هذه فريضة وهذه نافلة. الآن الشيخ صلى ركعتين، فمن حيث النية التي يتكلم عنها علماء العقيدة نقول لابد أن يصلي لمن؟ لله، لا رياء ولا سمعة، ولا تكون الصلاة باطلة. من يتكلم على هذه النية؟ علماء التوحيد والعقيدة. تمام، صلى هذه الركعتين، ماذا نويت بهذه الركعتين؟ قال: نويت صلاة الفجر. إذن من يتكلم على هذه النية؟ الفقهاء. إذن نية لله سبحانه وتعالى شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من النية يتكلم عنها الفقهاء. نعم، النية لابد أن ينوي العبادة لله سبحانه وتعالى، حتى أن العادات لو نواها لله سبحانه وتعالى كتب له بها أجر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: بها الصلاح والفساد للعمل. فإذا نوى
بهذه العبادة مراعاة الخلق نسأل العافية والسلامة فالعبادة باطلة. إذن الأمور بمقاصدها، وتجد أن العلماء رحمهم الله تعالى في كل العبادات أول شرط من شروط أي عبادة ما هو؟ الإسلام، هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. الدين مبني على المصالح في قلبها والضرب للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب، هذا الدين يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل وآيات على صدق عليه الصلاة والسلام إلا أنه أتى بهذه الشريعة، يقول الشريعة فقط دليل، فما بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم معه أدلة وآيات أيد الله سبحانه وتعالى بها. لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أتى عليه بدليل على صدقه إلا أنه أتى عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة، لكفى أن يكون في هذه الشريعة الشاهد والمشهود له والحجة والبرهان، وأنه لم يأتي في هذا الكون مثل هذه الشريعة. فهذه الشريعة مبنية على المصالح، لا يمكن أن يأتي أمر من الأوامر إلا وفيه مصلحة ومنفعة لنا، ولا يمكن يأتي شيء من المحرمات إلا وفيه مضرة عليه. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء والدفع للقبائح. فجاءنا أمر من أوامر الشريعة، لابد نمتثل ونقول كل الخير في هذا. نعم، جاءنا نهي وتحريم، نقول كل الخير في ترك هذه الأشياء. تعيد. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، يقول: أحيانا تأتي عندنا العبادات يصح أن تجمع العبادة مع غيرها، وأحيانا لا يمكن أن تجمع. مثال: الآن الوقت في سعة، أذن لصلاة الفجر، تستطيع أن تصلي راتبة الفجر ثم تصلي الفجر، نعم، يسع معه غيره. رمضان مثلا، الآن أراد الشيخ أن يصوم شهر رمضان ويصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لا، ما يمكن. نعم، فإذا تزاحم عدد المصالح نأتي بماذا؟ بأعلى مصلحة. وتقديم المصالح هذا يحتاج إلى نظر واستدلال وغير هذا. الآن الأذكار يقول الموظفة بأوقات معينة هي في الحقيقة أعلى من غيرها. مثال: الأذكار أدبار الصلاة، نحن نعرف أن قراءة القرآن مثلا هذا أعلى ذكر، لكن أدبار الصلوات أعلى منه. الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله استغفر الله مثلا. نعم، كذلك أحيانا تنظر ما هو يعني أخشع لقلبك. يعني بعض الناس يقرأ، يعني يأتي يوم الجمعة مبكر، يبكر للصلاة، ماذا يصنع؟ يصلي، يصلي ثم يحصل له شيء من الفتور، ماذا يصنع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، آية الكرسي، ينوع بين العبادات. فالتقديم والتأخير هذا يقدم الأعلى من المصالح. يعني مثال: الآن أدبار الصلوات يقدم قراءة القرآن؟ لا، مع أن قراءة القرآن هو أعلى ذكر، لكن يقدم الأذكار الموظفة بأوقات معينة. نعم، وكذلك تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى لا يرتكب الأعلى، العكس. يعني الآن وجد اضطر للأكل، مضطر، كاد أن يموت، ولديه لحم حرام، لحم خنزير، ولديه لحم مشتبه فيه، هل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا؟ أيهما يقدم؟ الأدنى، الخنزير؟ لا، هذا اللحم المشتبه فيه، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. المثال الذي يذكر الفقهاء وعلماء الأصول
من أجل تبيين القاعدة. يعني الآن هذه الأمثلة اعتبرها خطأ، لا إشكال، نحن نريد أن تفهم القاعدة، نأتي بمثال ولو كان هذا المثال مرجوح. إذن ليس المقصود هنا بيان الأحكام الفقهية، بيان القاعدة ونضرب عليها أمثلة. هذا المثال صحيح أو ضعيف لا إشكال، المهم تفهم القاعدة وتطبق عليها. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، والنظر في هذا لابد من الرجوع إلى كتب الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. نعم، الشريعة، هل عندي سؤال، هل كلفنا الله بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ من يعرف؟ برفع الإصبع أحسن. نعم الشيخ. خطأ، خطأ، كلفنا الله بما نطيق، يقول خطأ. من يعرف؟ بأكثر مما نطيق، طبعا خطأ. كلفنا الله بأقل مما نطيق. نصلي كم صلاة؟ نستطيع أكثر؟ نعم. نصوم كم شهر؟ شهر واحد. نستطيع أكثر؟ نعم. ولهذا كانت الفريضة والنافلة، صحيح، لأننا نقدر أكثر. إذن كلفنا الله بأقل، سبحانه وتعالى، بأقل مما نطيق. ومع هذا جاء التخفيف، قال عليه الصلاة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التيسير. بماذا؟ قال بأمور، منها مثلا الإسقاط، إسقاط الصلاة عن من؟ عن الحائض، لا تقضي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أو التأخير، تؤخر، مسافر يؤخر الصيام إلى الرجوع. أو قصر الصلاة، تصلي الرباعية في الحضر 4 ركعات وفي السفر تصلي الرباعية 2 ركعات. نعم. أو الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. إذن هذا الدين يصل. ولهذا يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا جاءتنا فتوى ميسرة وفتوى فيها تعسير، تأخذ بالفتوى أيهما؟ الميسرة، لأن هذه الشريعة ما لم تتبع الرخص، لأن من تتبع الرخص تزندق، فعندنا فتوى فيها تيسير وفتوى فيها شيء من التعسير، فتأخذ بالتيسير لأن هذه الشريعة أصلا. نعم. قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. نعم، إذن هذه الشريعة جاءت بكل يسر، ومع هذا جاء التخفيف، وسمي الفقهاء الرخص. نعم. وليس واجبا بلا اقتدار ولا محارم. لكن لحظة واحدة، لدينا مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تيسير، ومشقة تنفك عن العبادة فهذه فيها تيسير. مثال الآن، بعض الناس يقول: والله ما أستطيع أصلي في هذه الأوقات، الفجر يؤذن 4:40 تقريبا، وأنا ما أستطيع والله، أريد أنام إلى 6:00، هذا يشق علي، والدين يصر، لا أستطيع الصيام في هذا العام. لماذا؟ لأنه شهر الصيام يأتي في هذا العام في شهر الصيف، والصيف متعب، أنا أؤخر إن شاء الله إلى الشتاء وأصوم. نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تيسير، إلا إذا لم يستطع الصوم وكان يغمى عليه مثلا، فهذا يخفف عنه. نعم، هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تيسير، والمشقة التي تنفك عن العبادة هذه فيها تيسير. نعم. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
يقدر على العمل بالكلية لابد أن يأتي به كاملا. تستطيع القيام في الفرض؟ نعم، لابد أن تقوم، لأن القيام في الفرض ركن. جاء الإنسان وقال لا أستطيع القيام بالكلية، إذن هذا الثاني لا يستطيع على الفعل بالكلية، يسقط عنه بالكلية. إذن الأول يقدر عليه لابد أن يأتي به كاملا، لا يقدر عليه يسقط عنه، يقدر على البعض دون البعض الآخر، هذا القسم الثالث. ننظر إذا كانت العبادة تتجزأ جزأناها عليه، الذي يقدر عليه يأتي به، والذي لا يقدر عليه سقط عنه، وإذا كانت العبادة لا تتجزأ سقط عنه بالكلية. مثال الأول، ما هو الأول؟ يقدر على البعض دون البعض. قال استطيع القيام في صلاة الفريضة مقدار قراءة نصف الفاتحة، نقول لابد أن تقوم. قال ثم يأتي الألم، اجلس. صحيح؟ نعم، لأن العبادة تتجزأ. أما الصيام، قال استطيع أن أصوم 3 ساعات والنهار 6 ساعات مثلا، العبادة تتجزأ؟ لا، إذن سقط عنه القيام بالكلية. إذن يقدر عليه لابد أن يأتي به كامل، يقدر لا يقدر عليه يسقط عنه، يقدر على البعض دون البعض، الذي يقدر عليه إذا كانت العبادة تتجزأ أتى به، وإلا سقطت عنه بالكلية. نعم. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. لدينا محرم ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة، من يفرق؟ هذا العلم الآن لابد تفرق بين الضرورة والحاجة، ما الفرق؟ قال الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة. ها، الضرورة لا يمكن أن تدفع، لو دفع الضرورة مات، الآن مضطر لأكل الميت، إن لم يأكل كان الهلاك الموت. أما الحاجة يمكن أن تدفع. الضرورات تجعل، الضرورة تجعل المحرم حلال وجائز، أما الحاجة لا تجعل المحرم حلالا، تجعل المكروه حلال. مثال الآن، الأكل باليمين حكمه واجب، والأكل بالشمال كبيرة من كبائر الذنوب، تمام. يده اليمنى مكسورة، كل باليمين، قال لا أستطيع، لو آكل قد أتأذى وتنكسر مرة أخرى، فهذا مضطر أم لا؟ يأكل بالشمال. إذن المحظورات هنا جعلت المحرم حلال. طيب الأخذ والإعطاء بالشمال حكمه مكروه، أخذ إعطاء باليمين حكمه مستحب. اليد ليست مكسورة لكن فيها يعني مثل الرضة مثلا يقول، ويستطيع يأخذ ويعطي بالشمال لكن مع شيء من الألم، فهذا أصبح لديه الأخذ والإعطاء بالشمال جائز. أما الأكل لا، نقول لابد أن تأكل، مفهوم؟ هذا الفرق بين الضرورة والحاجة، الحاجة يمكن أن تدفع لكن الضرورة لا يمكن. فالضرورات تجعل المحظورات حلال، لكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يأكل من اللحم المحرم حتى يشبع، يأكل حتى يرتفع الضرر، فإذا ارتفع الضرر أصبح اللحم الآن محرما عليه. نعم، لهذا قالوا أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. بقدر ما تحتاج، يعني لا يزيد عليها. نعم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. أولا، الشريعة جاءت لدفع الوساوس والشكوك، لا يوجد عندنا وساوس وشكوك في الشريعة. الوساوس من؟ الشيطان، والشيطان يريد إفساد العبادة عليك بالوساوس والشكوك. ولهذا كانت الشريعة ليس فيها وساوس. سئل أحد السلف قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عبادتهم؟ قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب، أعمالهم خراب، الشيطان لا يأتي، الشيطان يأتيك هنا في المسجد، يأتيك في الطهارة، يوسوس عليك، يريد إفساد العبادة عليك. فأنت إما أن تكون
مع الله وتترك الوساوس، أو مع الشيطان حتى يعني نسأل الله عليه السلام. ولهذا جاء الرجل لابن عقيل، ابن عقيل إمام، قال يا إمام إني أنغمس في اليم وأخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصل. قال ولما تسقط عني الصلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. أرشد إلى ماذا؟ إما يترك الوسواس أو مجنون. يختار ماذا؟ جنون؟ ترك العبادات؟ لا، إذا نترك الوساوس. فالشريعة جاءت لهذا. عندنا قواعد، منها اليقين لا يزول بالشك. الله أكبر، كبر. ثم جاء الشيطان قال متوضئ؟ قال نراجع. لا ما يصح. كبر على ماذا؟ على أنه متوضئ، لا يمكن له الخروج من الصلاة، لو خرج آثم. توضأ وعندما جاء للمسجد هل مسحت رأسي؟ هل كذا؟ انتهت العبادة، لا يمكن الالتفات إلى الوساوس. إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان 99%. مفهوم؟ صلينا الآن، صلى راتبة الفجر وشك هل قرأ الفاتحة أم لا، انتهت الصلاة؟ نعم، لا يرجع إليه، لو رجع آثم. إذن هذه الشريعة جاءت لقطع الوسواس، هذا بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إلى الشك. داخل العبادة إذا كانت الشكوك كثيرة لا يلتفت إليه، يقول دائما السجد للسهو، إذن أنت موسوس لا تلتفت، سجدتين دائما. مفهوم؟ أي نعم. نادر وقليل ما يسجد للسهو، فهذا ينبني على ما ترجح لديه، إلا ما يترجح لديه شيء يبني على الأقل. إذن الشريعة جاءت لقطع الوساوس. نعم، تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن أنه على وضوء وشك هل خرج منه شيء أم لا، ماذا يصنع؟ يرجع يتوضأ؟ لا، آثم، يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. مفهوم؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. نعم، قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، والأصل في المياه. الآن أراد أن يبين لك قواعد تحت هذه القاعدة، أصول تبني عليه حتى ترتاح. مفهوم؟ نعم، قال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في مياهنا ماء. هذا الأخ قال أنا أشك في هذا الماء أنه نجس، وهذا قال لا. مع من نحن؟ مع من؟ مع الحق. نعم صحيح، ومع الله، مع الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في مياهنا الطهارة. هذا يدعي نجاسة هذا الماء، لابد من إقامة الدليل على هذا بالتغير لون أو طعم أو ريح. فلو شككنا في ماء قال هذا الماء نجس وهذا قال الماء طهور، نبني على الطهارة. نعم، جاء بعض الناس وقال يا أخي هذا المكان ما نستطيع نصلي فيه، اليوم لابد تغسل المسجد. تقول لا، الأصل الطهارة، أنت تدعي خلاف الأصل، تقيم الدليل على هذا. الأصل في مياهنا والأرض والثياب والحجارة. تأتينا ثياب الآن وقال ما أدران أن هذه الثياب نجسة، نبني على الأصل، اللي يخالف الأصل يطالب بالدليل. نعم، قال رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك. الآن الأصل في وطأ النساء، أراد أن يطأ مرأة وشك في هذه المرأة هل هي زوجة له أم لا، فالأصل التحريم. نعم، فلا يمكن أن يطأ مرأة إلا بعقد صحيح أو ملك يمين. نعم، إذا شك في مرأة فالأصل أنها حرام عليه، ولا يمكن أن يستحل وطأ هذه المرأة إلا بعقد زوجية صحيح أو بملك يمين. نعم، طيب، واللحوم. واللحوم
اللحوم نجعلها على قول أن اللحم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يمكن أن نتعدى على معصوم. يقول من هو المعصوم؟ المعصوم المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. مسلم معروف، والذمي يقيم تحت خلافة الدولة المسلمة يدفع الجزية، والمعاهد عهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، والمستأمن الذي يدخل نعطيه الأمان، يدخل إلى الدولة المسلمة يتعرف على الدين أو للتجارة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، من دخل المسجد فهو آمن. إذن كل المسلم على المسلم حرام، دمه ما يستطيع أن يتعدى عليه لا بالقتل ولا بالضرب ولا بغير هذا، وماله ما يستطيع أن يتعدى على المال المعصوم، وعرضه لا يمكن تتعدى على المسلم بالغيبة بالنميمة بالسب الشتم. نعم. والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجاء الحل فافهم هداك الله ما يمل. نعم، إذن جاء بأمثلة على الجواز وأمثلة على التحريم. نعم. قال رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم، الأصل في العادات الجواز والحل. قال عندنا العادة في هذه البلاد المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان. قال العادة عندنا أننا نصنع كذا وكذا وكذا عند العرس، واختلف هذا معه، قال هذا حرام وقال هذا لا جائز وحلال. نتمسك بماذا؟ بالأصل وهو الحل الإباحة. من يدعي التحريم عليه الدليل. قال عندنا العادة يا أخي لابد في العرس من موسيقى وطرب ورقص، والأصل الحل. نقول نعم الأصل الحل، لكن جاء دليل يخرج هذا من الحل إلى الحرام بل إلى الكبائر. نعم، إذا لو اختلفنا في أي عادة من العادات نقول الأصل الحل. قال الطعام عندنا لابد تأكل على هذه الطريقة، يا أخي لماذا؟ قال هذه العادة عندنا نأكل على هذه الطريقة، يقدم أولا الشاهي ثم القهوة كذا مثلا ثم كذا ثم كذا. نقول لا إشكال، هذه من العادات والأصل في العادات الحل. قال نلبس على كذا، يعني عندنا مثلا أخواننا القطريين يلبس العقال هذا اللي هو شيء يعني من الخلف، لا إشكال في لبس هذا العقال أو كذا، لا عندنا إشكال في هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الدرس في الحرم المسجد الحرام سألوا عن لبس العقال، ويوجد طالب يلبس عقال، فأخذ الشيخ العقال وضع على رأسه قال أكمل، يعني إجابة عملية. نعم، والأصل في العبادات المنع. يريد يصلي نقول حرام حتى تأتي بدليل على الصلاة. تفعل أي شيء في العبادة هذا محرم، ولهذا كان شيء عندنا يسمى البدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم، يقول الآن نرجع إلى أي شريعة؟ إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ ننظر إذا جاء في شرعنا ما يوافقه نعمل به. لماذا؟ لأنه جاءنا في الشريعة، جاء ما يخالفه إذا لابد نخالف. نعم. قال رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. سكن تسلم على هذا أحسن. نعم، يقول لا يمكن أننا نحكم إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. عندنا ثلاثة أشياء، انتبه يا أخي، وسائل ومقاصد وزوائد، كم؟ ثلاثة. القصد الصلاة، الوسيلة المشي، خلاص. المتممات والزوائد الرجوع. تمام، ايش تصلي؟ صلاة الفجر واجبة، إذن المشي وسيلة فهو واجب، إذن القصد صلاة، وسيلة المشي،
المتمم الرجوع، الحج وجب عليه الحج، القصد الحج، الوسيلة الاشتراك في الحمل الآن، نعم، المتمم الرجوع. إذن يؤجر على الذهاب، نعم، والعودة لا يؤجر عليها، يؤجر لأن هذا متمم للعمل، مفهوم؟ إذن عندنا ثلاثة أشياء: وسائل ومقاصد ومتممات. الوسائل يقول لها أحكام المقاصد، ما لم تكن الوسيلة ممنوعة، يعني قد تكون وسيلة ممنوعة. قال: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، يعني نسأل عافية السلام. قال: لك الويل، لا تزني ولا تصدق. المقصد إطعام الأيتام، الوسيلة نسأل عافية السلامة ارتكاب الفاحشة. قال: لك الويل، لا تزني. إذن الغاية لا تبرر الوسيلة، قاعدة من قواعد الكفر. الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة من قواعد الكفر. القاعدة عندنا: الوسائل لا أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة ممنوعة. أي نعم. الآن عندنا الدعوة إلى الله، مقصد حكم الدعوة إلى الله، مقصد الوسيلة إليها. قال: أناشيد، هذه وسيلة، ننظر وسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ لا ممنوعة، لأنه قام المقتضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. برئنا إلى الله من معشر الله بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنا دندنا. متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع؟ متى؟ في أي دين؟ صح؟ أي نعم. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعا، وسيلة لكنها ممنوعة. إذن أتينا بأمثلة: وسائل مشروعة، وسائل ممنوعة. الوسيلة إذا كان لا تصادم الشريعة لا إشكال، الميكروفون الآن، جهاز التصوير هذا، نعم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نعم، الخطأ والجهل والنسيان أسقطه الله سبحانه وتعالى من حقه، لأن عندنا حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ما معنى هذا؟ يعني الآن إنسان أذنب، إيش يصنع؟ يستغفر. طيب، تعدى على إنسان وجاء إليه وقال: الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. طيب، أخذ مال هذا مثلا، أخذ كتاب الشيخ وقطعه، وقال: لماذا تقطع كتاب؟ قال: استغفر الله العظيم، أتوب إلى الله، الله غفور رحيم، والله ما أردت كتابه، أردت كتاب الشيخ راشد. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه. نقول: لا، هذا في حقوق، في حقوق الله، أما في حقوق العباد لا تضمن إلا إذا أسقط صاحب الحق له إسقاط الحق، مفهوم؟ أي نعم. تعيد. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبودنا الرحمن. نعم، خطأ قتل خطأ مثلا، والنسيان نسي وأكل وهو صائم، نعم. طيب، الإكراه أكره على شيء وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، نعم، لكن متى زال الإكراه يجب عليه قضاء ما فات. مثال: أكره على تأخير الصلاة عن وقتها، ماذا يصنع؟ زال الإكراه، يصلي الصلاة، نعم. قال رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، مع الإتلاف أتلف مال معصوم يجب عليه الضمان ما لم يرضى صاحب الحق بسقوط حقه، والله أعلم، نعم. قال رحمه الله: وينتفي التأثيم عنه والزلل، لا إثم عليه، نعم. ومن مسائل الأحكام اتبع يثبت لا إذا استخلف وقع. يقول القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. بيع المجهول يصح، بيع الحمل يصح، عنده ناقة حامل وقال بيعك ما في بطن هذه الناقة وإن شاء الله يخرج لك ذكر، ها إيش تقول؟ ما يجوز. طيب، يبيع الناقة وهي حامل يصح؟ يصح، مع أنه هنا يوجد شيء من الجهالة والغرر معفو عنها. الشيخ عنده عمارة ما شاء الله، قصر، وراد أن يبيع القصر، وجاء الشيخ يشتري منه هذا القصر، قال: اسمع، لابد أطلع على كل شيء. هذا يقول: إيش كل شيء؟ قال: أريد أعرف أساسات هذا البناء تكسر لي
يا رجل، قال لابد حتى ما يكون بيع غرر. والأسلاك الكهربية في الداخل والمواسير وكذا وكذا. قال يا رجل ما أبيع البيت، تكسر وتخرب. صحيح يقول هذا لك الفحص لك كذا، والظاهر عنوان الباطل، وممكن تفحص لكن ليس بهذا التدقيق لهذه الدرجة. صح، ويثبت تبع ما لم يثبت استقلاله، والبيع صحيح مفهوم. أي نعم، تعيد. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحكم. نعم، العادة محكمة، خذ العفو وأمر بالعرف. الآن المرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر، المرض هنا لم يحدد في الشريعة، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته. وكل ما أتى ولم يحدد، لم يحدد لنا الشارع الحكيم المرض، فإنسان لديه جرح وأفطر في نهار رمضان، وهذا يقول لماذا تفطر؟ صحيح معاه. قال مريض. ها إيش رأيك إن شاء الله؟ لا، نقول المرض ارجع فيه إلى العرف، المرض الذي يضر به إذا صار في التداوي أو في أزيد في مرضي، أما هذا الجرح لا. إذا كل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز، الحرز السارق هو من أخذ شيئا تزيد قيمته على ربع دينار فصاعدا من مكان حريز، يعني من حرز. ما هو الحرز؟ الحرز قال يرجع فيه للعرف. تتعرفوا عندكم بعض الأسواق الشعبية يعني ما يضع هذا الباب أو الألمنيوم أو كذا، يضع قطعة قماش. صحيح، وضع قطعة قماش وخرج للصلاة، وجاء إنسان ورفع قطعة قماش وأخذ المتاع وفر. لماذا؟ قال سبحان الله، لم يغلق عليها، فهذا حلال وجائز. يصح؟ لا يصح. جاء إنسان وأخذ سيارة من السيارات، لماذا؟ قال موجودة في الشارع يا أخي، فهذه دليل على أنها ليست لأحد. نقول لا، هذه في عرفنا الآن حرز. أي نعم. إذن كل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. نعم. قال رحمه الله: والعرف معقول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدد. إذا لا جاء الحد من الشريعة ما يمكن نتعدى، وإن لم يأتي نرجع إلى العرف. ذكرنا المثال في المرض وكذلك السفر. نعم. مثال، قال عندنا بعض الناس أنا مسافر. وين مسافر؟ هذه المنطقة اسمها الفردوس. قال مسافر إلى أين؟ قال إلى أقرب منطقة. ها؟ عبد الله المبارك. مسافر، استودعكم الله. نقول هذا في العرف لا يعد سفر أصلا، لكن قال هذا أنا مسافر. إلى أين؟ قال إلى مكة. نعم سفر. نعم. قال رحمه الله: معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه. نعم، من استعجل الشيء قبل آنه أو آنه عوقب بحرمانه. قتل والده، لماذا؟ قال أريد أرث. إيش نصنع؟ ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. أي نعم. فإذا استعجل الشيء قبل آنه أو آنه عوقب بحرمانه. نعم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إن أتى التحريم، النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فهو حرام، إذن الفعل باطل. وإذا كان النهي لأمر خارج فالخارج هو المحرم والفعل صحيح. بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. الآن صلى في مكان مغصوب، في أرض مغصوب، الصلاة صحيحة وعليه إثم القصب داخل وخارج الصلاة. أي نعم. لكن لو صلى مكشوف العورة فالصلاة باطلة، لأن النهي عائد إلى شرط، لأن شرط من شروط الصلاة ستر العورة أو أخذ الزينة. فإذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرط ذات المنهي عنه صلى
ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة، صلى بغير وضوء فالصلاة باطلة، لكن الأمر لأمر خارج صلى في أرض مقصوبة فالصلاة صحيح. إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فالعبادة باطلة، وإذا كان النهي عائد لأمر خارج فعليه إثم الخارج والعبادة صحيحة. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، هذا يسميه العلماء الصائل المتعدي. إنسان تعدى علي فأنا أدفع بالتي هي أحسن، يعني أدفع بالأقل أو بالأعلى. دخل سارق وأنا لدي سلاح وهذا السارق ليس لديه شيء، إيش أصنع؟ أدفع بالتي أحسن. كيف؟ أرفع عليه السلاح أقول أخرج. خرج الحمد لله، هذا قال لا أقتل والله. نقول لا، تدفع بالأدنى. يصلي وجاء إنسان أراد أن يمر بين يديه كف، ها يضربه؟ لا، يدفع بالتي هي أحسن. من دفع يتقدم يحاول، صح، لكن بماذا؟ بالأعلى وبالأقل، بالأقل. فإذا دفع وحصل له هذا الشيء، هذا صائل متعدي لا أضمن، لكن لا أضمن إذا كان الدفاع بالتي هي أقل. مفهوم؟ تعيد. قال رحمه الله: ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، لكن قد يكون التعدي منك. إذا كان دفع أذاه له فهذا لا يضمن، دفع أذاه به يضمن. هذا يقول قاعد ابن رجب رحمه الله مثاله، الآن أوضح لك. الآن في الحج في الطريق بعد الإحرام أوشك على الهلاك ووجد حمار وحش صيد، يحرم عليه الصيد الآن محرم، لكن قال أموت الآن، لا أصيد، بسم الله وقتل الصيد، يضمن؟ يضمن ولا بد، لأنه دفع أذاه به، صح؟ طيب، جالس في الخيمة محرم في الحج في مكة، وهو في الخيمة جاء حمار الوحش وهجم عليه وكاد يقتله، فدفع بالتي أحسن، إيش يصنع؟ قتله، رماه بسهم أو كذا. مفهوم؟ يضمن هنا؟ لا، هذا أذاه له، وفي الأول أذاه به، لا يضمن. مفهوم؟ لكن لو كان لديه شيء من الفقه عندما يرمي حمار الوحش الآن عندما جاء وصال وتعدى عليه، إيش يقول؟ يقول بسم الله، يكون حلال. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ نعم، هذه صيغ العموم، صيغ العموم ما دل على العموم بمادتي، كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري، وأل الاستغراقية، وأل التي لبيان الجنس، لكن إذا كان أل العهدية إذا كان المعهود عام، ما دل على العموم بمادته، صيغ العموم ما دل على العموم بمادته، كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري، وأل الاستغراقية، وأل التي لبيان العهد لكن إذا كان المعهود عام. هذه سبع صيغ تدل على العموم، إذا جاءت فتحكم على هذا النص بالعموم. كل بدعة ضلالة، أم الباب كل ما دل على العموم بمادة أسماء أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، وأسماء الموصولة والنكرة وكذا. نعم، هو سيذكر لك الآن صيغ العموم. نعم. قال رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. العليم، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم، أسماء الله الداخلة على الأسماء الحسنى تفيد العموم. نقول مثلا في السميع، السميع سمع بمعنى
استجاب، سمع الله لمن حمد استجاب، إن ربي لسميع مجيب. وسمع إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد، نثبت الكل بماذا؟ بأل. مفهوم يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم ذكرنا. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف ففهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد إذا أضيف يعم. نعمة الله هل هي نعمة واحدة؟ لا، مفرد أضيف يشمل كل نعم. نعم. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. كم الساعة؟ 6:16. أتوقف ما أدري، ننتهي؟ أنا ما عندي مشكلة. طيب الآن الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فساده، القبول وعدمه هذا علمه عند الله. الآن صلينا الفجر ولله الحمد والمنة، فجاء إنسان جاء الشيخ وقال لا الصلاة باطلة، نقول لا الصلاة صحيحة مقبولة الله أعلم، قبول وعدمه هذا علمه عند الله. لماذا الصلاة صحيحة؟ قال أتينا بالشروط والأركان والواجبات وانتفت عنا الموانع. شروط أركان واجبات وانتفت عنا الموانع. أنت تدعي البطلان مطالب بالدليل. قال صلينا قبل الوقت، قبل الأذان، الأذان يؤذن 44 دقيقة وإحنا صلينا 43 دقيقة، إذن الحق مع من؟ مع هذا. كان صلينا بعد الوقت فالصلاة صحيحة. إذن الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فساد، أتينا بالشروط والأركان والواجبات وانتفت عنا الموانع فالعبادة صحيحة. ومن يدعي البطلان يطالب بالدليل. يعني لو وقف عندنا إنسان الآن وقال صلاتكم باطلة، نقول جزاك الله خير صحيحة مقبولة هذا علم عند الله، صحيحة أتينا بالشروط والأركان والواجبات. يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، فإن أتى بالصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وانتفت عنه المبطلات فالصلاة صحيحة. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، يعني الآن عندما أذن لصلاة الفجر كانت الذمة فارغة وأصبحنا نطالب بصلاة الفجر، أدينا الصلاة على ما أمر الله سبحانه وتعالى فالصلاة صحيحة، قد استحق ما له من العمل. جاء إنسان واتفق مع الشيخ في بناء جدار، قال تبني له هذا الجدار بألف، بنى الجدار يعطيه ألف ولا بد. نعم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شرط فعل ساري المأمور. تقدم، إذا كانت العبادة تتجزأ، وإذا كانت لا تتجزأ تسقط عنه بالكلية. نعم. قال رحمه الله: وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. تقدم، عندما يصلي وأذن له في دفع المار بين يديه إذا لا يضمن، لكن إذا دفع بالتي هي أحسن هذا مضمون. مضمون؟ لا غير مضمون طبعا، لا يضمن. إذا دفع إنسان وسقط هذا الإنسان واعتبر أنه مات مثلا، لكن هو دفعه بالتي هي أحسن بالأقل لكن مات، يضمن؟ لا يضمن طبعا. نعم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. يقول الآن عندنا عصير مشكل، عصير مشكل حكمه جائز حلال، قال لكن تغير وأصبح مسكر فهو الآن حرام. فالعلة هنا علة التحريم في الشراب الإسكار، مسكر حرام قليل وكثير، غير مسكر فهو حلال. نعم، فالعلة تدل مع المعلوم وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. الشروط ثلاثة، الشروط ثلاثة، شرط لازم
من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر. وشرط زائد نجعلها قسمين أحسن، ثم نفصل نجعلها ثلاثة. انتبه يا أخي يا شيخ، الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط من مقتضى العقد هذا يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، وشرط زائد. الزائد ينقسم إلى قسمين: حلال وحرام. تعيد؟ نعم. شرط لازم من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد: تزوج. وبعد الزواج لا نفقة لا كسوة لا عشرة بالمعروف. جاء الولي: يا أخي اتق الله، لماذا تصنع هذا مع ابنتي؟ قال: ما اشترط علي وقت العقد، والله ما قلت شيء. قال لك شيء الولي وقت العقد؟ لا. قال: هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر. أصل العقد هذا هو أصل، مفهوم؟ أي نعم. الأخ هذا سافر العمرة، اشترى تذكرة، يوم اشترى التذكرة ركب الطائرة، أول ما ركب الطائرة قال: وين أقعد؟ قال: ليس لك عندنا مقعد. هذا يقول: سبحان الله. قال: أنت اشترط؟ قال: ما اشترط، لكن هذا معروف من مقتضى العقد. قال: لا، تقف آخر الطائرة هنا إلى أن نصل إلى جدة مثلا. قال: أخوانا اتقوا الله، هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. انتهينا. هذا الأول. الثاني شرط زائد. قال: والله البنت تريد تسكن في قصر وسيارة وتعطيها نفقة في كل شهر 20,000 وتسافر إلى الحج والعمرة في كل سنة، مو أوروبا، وكذا وكذا. هذا شرط زائد. ننظر إذا كان هذا الشرط لا يخالف الشريعة وجب الوفاء به. شرط يخالف الشريعة يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد. يعني اشترطوا على الشيخ وقت النكاح، قال: اسمع، شقة 4 غرف حاضر، سيارة حاضر، ذهب حاضر، كذا حاضر. قال: العرس طرب. قال: حرام. قال: نريد طرب وغنى ورقص ومخدرات وخمر. حرام. قال: حرام حلال لابد. قال: اتفقنا. ثم وقت العرس لم يصنع شيء من هذه المحرمات. لماذا؟ قال: لأن هذا محرم. قال: اشترط. قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مفهوم؟ أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بريرة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تعتق بريرة، واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال لها: اشتريها واشترط لهم الولاء. ثم أصبح الولاء لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، لأنه اشترط شرط ليس في كتاب الله. فنحن الآن إذا جاءت الشروط وافقت الشريعة عملنا بها، خالفت الشريعة تنبه، قال: اكتب اكتب ولا تفي نكاية بهم، مفهوم؟ هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والدليل حديث بريرة رضي الله عنه. نعم. إذن الشروط تنقسم إلى قسمين: في النكاح، في البيع، في الإجارة، في أي شيء تنقسم إلى قسمين: عقد من عقد لازم من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، عقد زائد، حلال والحرام تنبه، أصر اكتب ووافق ولا تفي، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: لكن ليس لي علاقة، إذا حصل إشكال بعد هذا. نعم. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد في كل شيء، هذه الشروط تندرج تحت هذه الأشياء الثلاثة. نعم. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة وردت في القرآن في كم موضع؟ في موضعين: يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فساهم فكان من المدحضين. وفي السنة وردت يقول في أكثر من 6 مواضع، منها الأذان الصف الأول. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرع بين النساء إذا أراد السفر. تمام. إذن القرعة عند التساوي. جاءنا أنا والشيخ إلى الصف الأول في وقت واحد، من يأخذ الصف؟ قرعة. نعم. لكن
ما يصنع بعض الناس من أتزوج لا أتزوج هذا استقسام بالأزلام. انتبه معي، متردد تزوج أو لا، يأخذ وردة تزوجها لا تزوجها، تزوجها لا تزوجها، تزوجها، هذا استقسام بالأزلام. مفهوم؟ القرعة تستعمل عند المبهم أو لدى التزاحم، أما غير هذا استقسام بالأزلام، خطر عظيم. وعندنا يعلموا الصغار، والله ما أعرف، عندنا أنا لا أدري عنكم، يعني متردد يسافر أو لا يسافر، إيش أصنع؟ يقول هذا يسافر وهذه لا أسافر، حادي بادي كرومبو زبادي شال وحطه كله في هذه، هذا استقسام بالأزلام. وقال القرعة جائزة، القرعة جائزة عند المبهم أو لدى التزاحم. خرجنا من المسجد في وقت واحد أنا والشيخ، وجدنا طفل لقيت، قال أنا أكفله، وقل أنا أكفله، إيش نصنع؟ قرعة. الصف الأول قرعة، مبهم تزاحم، أما غير هذا استقسام بالأزلام. نعم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم. الآن دخلنا إلى المسجد، لابد من تحية المسجد وسنة الوضوء مستحبة وراتبة الفجر، ماذا نصنع؟ ندخل بأعلى نية راتبة الفجر، وسقط عنا تحية المسجد وكذلك سنة الوضوء. لديه طواف إفاضة والطواف وداع، وقال أجمع في طواف واحد، يصح لك أن تدخل بطواف الوداع، إذن ما تم الحج أصلا. يدخل بأعلى نية طواف الإفاضة ويدخل تحته طواف الوداع، هذا إذا أمكن. لكن لديه يقول أنا الآن في شهر رمضان وعلي صيام كفارة يمين، قال الحمد لله وصوم رمضان وصوم كفارة اليمين، يمكن؟ لا يمكن. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المضمون والمسبب. نعم، المشغول لا يشغل. يقول الآن هذا المسجد أرض موقوفة والبناء والمصاحف وكل شيء في هذا المسجد، فهذا قال أريد أشتري المسجد، يصح؟ ما يصح، لأنه قال موقوف. والمسبل يسموه عندنا سبيل، يضع ثلاجة مثلا سبيل، أو يضع التمر الآن وقال هذا السبيل، ما يمكن يباع لأنه مشغول حتى يفك هذا. يعني مثال الآن تقرضني 10,000، قال نعم لكن أريد رهن، فأضع لديه مثلا جوالي رهن لديه أو السيارة، هل أستطيع أن أبيع السيارة؟ لا، حتى يفك الرهن ثم بعد هذا أبيع. نعم. مثاله المرهون الرهن، والمسبل السبيل أو الوقف المسجد، أو قلنا يضع ثلاجة أو تمر أو ما إلى ذلك. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. نعم، أداء الحقوق عن الآخرين. نكون في مجلس وجاء ولد صغير، وأنا الشيخ والدي خرج، ماذا تريد؟ قال أريد 10 ريال. إيش عندكم العملة؟ الدراهم؟ دينار. قال أريد 10 دنانير. لماذا؟ قال والله اشتري خبز ورز وكذا. فهذا الأخ جزاه الله خير، قال خذ هذه 10، وذهب. جاء الأب، فهذا الآن الأخ هل له أن يطالب بالمال؟ نعم أم لا؟ ننظر، نقول إيش نيتك وقت دفعت 10؟ قال نيتي أنه لا أريد 10. إذن ليس له أن يغير الآن النية ويطالب. قال لا، نويت وقت الدفع المطالبة، إذن له المطالبة. أنا طلبت من الشيخ راشد اشتري كتاب لي رياض الصالحين، اشترى الكتاب وجاء يبحث عني، وجد الشيخ سائد، وأين فلان؟ قال والله ذهب سافر إلى السعودية. قال سبحان الله، أوصاني بشراء هذا الكتاب وأنا أحتاج المال. قال خذ واعطيني الكتاب أنا أوصل. ننظر وقت دفع، نوى التطوع، جزاه الله خيرا، لا يستطيع أن يغير النية الآن بالمطالبة. تعيد. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. إن نوى وقت الدفع، وإن لم ينوي فله الأجر عند الله. نعم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الله سبحانه وتعالى حرم محرمات، وبعض المحرمات تشتاق إليها النفوس فوضع عليها عقوبات، وبعض المحرمات النفوس تنفر عنها بالطبع، طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان تمنع منها. فهذه اكتفى الله سبحانه وتعالى فيها بماذا؟ بالوازع الطبعي، فليس عليها عقوبات. أكل الخبائث هذا النفوس تنفر عنها. عندنا بعض الناس نسأل الله العافية والسلام يا رجل انقلبت طبائعهم وما يبحث ويأكل إلا الخبائث، دخان، الحشيش، المخدرات، الخمر. لا لا، الخمر له عقوبة. نعم. فإيش نصنع في هذا؟ هذا فيه التعزير، يعزر السلطان. أما الأشياء التي تشتهيها النفس وضع لها عقوبات، مفهوم؟ أي نعم. فالمحرمات على قسمين، قسم له عقوبات وقسم ليس له عقوبة، اكتفى الله سبحانه وتعالى في هذا بالوازع الطبعي. لكن أناس انقلبت طباعهم فماذا نصنع؟ يعزلهم السلطان. مفهوم؟ تعيد. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هنا وازع شرعي كالجلد والرجم مثلا، مفهوم، وحد القتل وحد السرقة. والثاني أقول هذا الوازع طبعي مثل الشرعي. نعم. قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. نعم، كما حمد في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أتم عليه وعلينا النعمة ولله الحمد أن أتممنا الكتاب، فالحمد لله على الدوام. نعم. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير.